الإسلام دين يصلح الإنسان من الداخل وليس بالشكل والمظاهر. يقول الغزالي في المستصفى: عدد آيات القرآن 6236 آية، ومجموع آيات الفقه والأحكام 430 آية، يعني 7% بس من مجموع آيات القرآن، بينما 93% المتبقية أخلاق مرتبطة بالعقيدة. عدد الأحاديث النبوية 60,000 حديث بكل درجاته، بينما عدد الأحاديث عن الفقه والأحكام 4200 حديث، يعني حوالي 7% من الأحاديث، بينما 93% من الأحاديث كلها أخلاق إلها علاقة بالعقيدة. أحاديث النبي عن ثواب منزلة المسلم عند الله كلها مرتبطة بالأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ويقول: أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أثقل، أحسن، أكمل وأقرب، كلها بصيغة أفعل. طيب كيف اختزلوا سنة النبي بمجرد الشكل والمظهر بس؟ كيف صارت نسبة الكتابات الإسلامية المعاصرة اللي بتتحدث عن الأخلاق 3% بس، بينما اللي بتتحدث عن الشكل والمظهر 40%؟ كيف بظن بعض الناس أن انتصار الإسلام بتم بالشعارات الدينية والهتافات الحماسية؟ كيف صار عنا متدين خلقه سيء ومصلي بيكذب وحاج بيسرق، وصار عنا ملتزم بالمظهر وبيأذي كل الناس حتى أهله؟ حتى كلمة سنة النبي انفهمت غلط على إنها التزام شكلي أو تعامل متشدد، مع إنه حقيقة السنة هو كيف تعيش حياة الإنسان الكامل خلق ورحمة، واللي بتتمثل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. المفسرون قالوا في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، لأن الدين هو الخلق. هدف رسالة النبي الجوهر مش المظهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب مين اللي بيملك الجرأة إنه يغير أولويات رسالة النبي وهو اللي حدد هدف رسالته بالأخلاق؟ ولا مرة نهضت أمة بالتاريخ وبكل العصور تغيير الشكل والمظهر، لأن الأمم بتنهض بس لما تتغير من جواتها من داخلها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.